اللينك ده بقى مهم للأمهات، فيلم أسري كنت قريب اتطرح في السينمات وهو معالي ماما، اتكلميني كده عن الهايلايت بتاعت التجربة دي. والحقيقة أنا كمان بنحتفل النهاردة بنزول الفيلم في سينمات الوطن العربي والخليج، الله مناسبة جميلة، حاجة لطيفة برضو بالنسبة لي، لأنه هناك هيكون برضو في يمكن إقبال كمان أكتر، لأنه في حالة تعطش للسينما. أكيد. فأنا مبسوطة قوي بالتجربة، لأن هي مهمة، يعني إن إحنا يبقى عندنا أفلام أسرية، أفلام بتتكلم عن الأمهات، بتتكلم عن المرأة العاملة اللي عندها صراع الشغل والبيت والأولاد، وخصوصا بقى كمان في حالة فيلم معالي ماما، والشخصية بتاعتي شخصية معالي الأرملة اللي هي كمان عندها أولاد، ثلاث أولاد، العبء الضعف عليها، يعني الضعف، وعندها منصب مهم، شغلانة مهمة جدا، هي مسؤولة عن أجيال كثيرة قوي، وفي حتة مختصة بالتعليم، فقد كده هي بيبقى الصراع ما بين الموازنة ما بين البيت والشغل، ده عند أمهات عاملة كثيرة جدا جدا. ف عجبني كفكرة، وانه خفيف ولايت، بتقدم بطريقة يعني لذيذة عائلية أسرية. عندنا معضلة دلوقتي انه الجمهور فجأة بقى حاطت كاتيجري كده من الأفلام عايز يتفرج عليها، اللي هي الأكشن قوي واللي فيها قصة قوية قوي والحاجات اللي هي يعني ايه، هبد ورزح كتير كده شوية. فبقى لما ينزل فيلم أسري عادي صناع العمل بيصابوا شوية بالإحباط، إن مش ده رد الفعل اللي احنا كنا متخيلينه. لو تفتكري الأجيال بتاعتنا كان الفيلم الأسري ده بيبقى يعني الطوابير قدام شباك التذاكر بتاع السينما، جايب لبره حتى الصالة للشارع. دلوقتي بقت الأفلام دي آخر أفلام كتير من الجمهور للأسف بيفكر يدخلها. الحسبة دي ما خوفتكيش في البداية؟ ما لو فضلنا خايفين مش هنتقدم خطوة، وبعدين في ناس كده طبيعتها وتركيبتها محاربة، يعني أنا من النوع ده، بنتمي للنوع ده، إن أنا بحبش الحاجة تخوفني، طالما هي خطوة كويسة وإيجابية ومفيدة للصناعة بتاعتي ومهنتي ومفيدة للمجتمع اللي أنا عايشة فيه، هعملها بغض النظر عن النتائج، يعني مش هخلي كمان النتائج تحبطني، بالعكس هفضل أزق تاني نعمل تجربة تانية زيها أو شبهها، بس هنحاول نشوف إيه بقى المواطن الضعف اللي كانت في التجربة الأولى عشان نحسنها في التجربة التانية. لكن أنا في رأيي هي في عوامل كتيرة جدا على فكرة، منها أن احنا في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي بقى في حالة كسل، لأن الناس بقت قاعدة على الكنبة بتتفرج على المنصات، فده كمان بقى نوعية الأفلام دي تحس أن هي إيه، أنا مبسوطة أشوفها على التلفزيون، بس مش ضروري أن أنا أنزل أروح أشوفها قوي في السينما، يعني أو أدفع فيها تذكرة وأشوفها في السينما. فطبعا ده تحدي برضو كبير جدا للنوعية دي من أكيد. الأفلام، إنما أفلام الجريمة والأكشن والسسبنس مضطرة تشوفيها على شاشة كبيرة، بتشوفي التريلر بتبقى عايزة تروحي تتفرجي بالمؤثرات الصوتية بالخبط والرجع والكلام. بالظبط كده. طب أنا هسألك سؤال بقى كأم، ما حسيتوش إن توقيت عرض الفيلم هيظلمه؟ يعني نوعية الفيلم ده لو كان نزل في نص السنة أو في اللي هو امتحانات آخر السنة، هي خلص آخر يوم نزل، كان الفيلم ده هياخد شكل اخر. بصي النهارده المنتج كان بيكلمني في التليفون بيقول لي انا اتعلمت من التجربه دي حاجات، بس هو الفيلم نزل فعلا في اجازه نص السنه، هي الفكره بقى انهي نص السنه في كل المدارس. ما هو دي اللي انا كنت اقولها لك، هو نص السنه بتاعي غير اللي عندك غير اللي عند حد تاني. وكمان فكره التعليم الاونلاين مخلي انه ساعات بنقعد في البيت وساعات بننزل حسب الظروف وحسب كل ظرف مدرسه ومواعيدها والكلام، والبرد والشتاء كان عامل كبير برضو تاني، جو قرص قرصه، جو قرص قرصه جامده قوي. يعني انا شخصيا مش عايزه اخرج بره باب البيت يعني. نظري ده برضو نظريه تانية، بس هو قال لي انا اتعلمت. انا شايفه انه كان محتاج دعايه اكتر كفيلم، يعني ده وجهه نظري، يعني كان محتاج دعايه، حتى قلت له كده النهارده واحنا بنتكلم بمنتهى المحبه، يعني من منطلق النقد الذاتي يعني. لكن اعتقد هو يعني يتنبه برضو للنقطة دي، يعني انه الفيلم كان محتاج مثلا دعاية، بس انا حتى امل كبير على العرض الخارجي، يعني حتى امل انه يعني في العروض في الوطن العربي ممكن تأثر يعني.